الامن المصري يشكر، ويعني وزاره الداخليه عملت مجهود جامد. النهارده كنا بنلعب مباراه في بين الاهلي والزمالك 17 سنه، تحديد مجموعه ما فيهاش اي تاثير في المجموعه خالص. فوجئنا الناديين ما لهمش ذنب، الالترس دخل. انتظرت انا 10 دقائق حسب التعليمات، وخدت لعيبتي وقعدنا بره. حصل هجوم من بعض الالترس على بعض اللعيبه، احنا خدناهم بره. الامن جه بصراحه عمل يعني اللي انقذ الموقف بسرعه، مديريه امن القاهره وسيد الحكمدار ومجموعه كلهم طلعوا اللعيبه وطلعوه. وطبعا القرار النهائي كان بتاع رئيس النادي المستشار مرتضى، واتصلت بيه، واحنا الفرقه طلعناها، لان ما ينفعش لا مش انسحاب، قعدنا ربع ساعه والموضوع انتهى خلاص. اللي حصل اللعيبه كانت في المباراه بتلعب المباراه بطوله جمهوريه تحت 17 سنه، التراس اهلاوي اقتحم صاله النادي وشتموا اللعيبه وشتموا النادي واعتدوا على اللعيبه بره بالزق والضرب والشتيمه واهانات يعني عايز اقول لك الفاظ ما حدش يتخيلها، واهانه غير عاديه. احنا بنلعب مباراه عاديه، طبعا كابتن احمد رئيس الجهاز قرر ان هو مش هيلعبوا المباراه وهينسحبوا من المباراه خوفا على اللعيبه ان هي تتعرض لاي ضرب او كده. كابتن احمد بيتكلم مع رئيس الاتحاد وبيتكلم مع الناس ان احنا مش هنلعب المباراه خوفا على اللعيبه، خوفا على اللعيبه، لان ممكن لعيب لان اتزقوا اللعيبه وفي لعيب وقع واتشتموا واتهانوا، يعني حصل حاجات مش رياضه. فعشان كده اللعيبه كابتن احمد طبعا جمع الجهاز الفني والاداري وقال لهم مش تلعبوا المباراه، وجمعهم في الباص زي ما انت شايف، هم اللعيبه كلهم في الباص هنا، وهو بيتكلم مع رئيس الاتحاد وبيتكلم مع المسؤولين في البلد.